الحقيقة الوضع في غزة وصل لمستوى غير مسبوق من التصعيد، وموضوع يعني في منتهى الخطورة، ويعني يمكن احنا ما شفناش ما يحدث في غزة في هذه الأيام في كل الضربات اللي حصلت في السنين اللي فاتت. وبالتأكيد ده مش العدوان الأول على الأراضي في غزة، لكن المرة دي الموضوع مختلف. مسألة التهجير، مسألة محاولة وأد القضية الفلسطينية، ده موضوع يعني أعتقد ومخطط كان مطلوب إنه يحدث زي ما احنا بنشوفه دلوقتي. الدولة المصرية الحقيقة كان ليها جهود كبيرة في مسألة يعني إيصال المساعدات، لأنه الوضع الإنساني يعني كارثة بكل يعني الصور اللي حضراتكم بتتابعوها وبتشوفوها. قطاع ما دخلتوش مية من 6 أيام، ويمكن الأمم المتحدة كانت بتحذر من ده. الوقود اللي موجود جوه المستشفيات ما يكفيش يوم أو يومين كمان على حسب التصريحات. زي ما حضراتكم شايفين الكهرباء مقطوعة، في يعني حصار تام لهذا القطاع وتهديدات لسكانه بضرورة أنهم ينزحوا جنوبا. والخريطة اللي حضراتكم شفتوها والجانب الإسرائيلي بيطالب سكان القطاع أنهم يخلوا منازلهم منذ الصباح. الحقيقة أنه مسألة حتى الحديث عن إغلاق المعبر وأنه مصر قافلين المعبر، خرجت امبارح الخارجية المصرية وقالت أنه المعبر مفتوح ويعمل، لكن هي الفكرة في استهداف العدوان الإسرائيلي للجانب الفلسطيني من المعبر، وده بيعمل تلفيات في المعبر يخليه ما يشتغلش. فطلبت الجانب الإسرائيلي بالتوقف عن استهداف الجانب الفلسطيني من المعبر لضرورة إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية لأهالينا داخل القطاع. وده حديث العالم كله الحقيقة، أنه لابد أن تصل هذه الإغاثات وهذه المساعدات الإنسانية لإنقاذ هذا الوضع الخطير. الناس يعني وضع صحي، ما فيش أكل، ما فيش مية، ما فيش حياة في هذا القطاع. وحتى ابتدى يكون في حديث عن قطع الانترنت، وزير الاتصالات الاسرائيلي يتحدث عن قطع الانترنت غدا عن القطاع، استهداف للاطقم الاعلاميه في يعني تعمد لعدم ايصال الصوره الحقيقيه من داخل القطاع. معانا دلوقتي على التليفون استاذ جمال الكشكي، الكاتب الصحفي رئيس تحرير مجله الاهرام العربي. مساء الخير على حضرتك استاذ جمال. وهذا التصعيد غير المسبوق والوضع غير الآمن تماما لأهالينا داخل قطاع غزة، ويعني الزج بهم جنوبا وإجبارهم على إخلاء منازلهم. 1 مليون مواطن وأكثر يتم إخلاءهم في عدد الساعات ده، وبمثل هكذا طريقة الوضع الإنساني المتأزم. وماذا يمكن أن يحدث كمان بهذه المطالبات من الجانب الإسرائيلي؟ تحياتي لحضرتك ولكل السادة المشاهدين يا فندم. ما يحدث الآن هو خارج المواثيق الدولية والشرعية الدولية والقانون الدولي. الحصار الذي تفرضه دولة الاحتلال يعني مخالف لكل القوانين الدولية واندرج تحت جرائم الحرب. التهجير هو محاولة بتصفية القضية الفلسطينية، وكما تابعنا بالأمس مقاله السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في تخريج الكليات العسكريه، كلماته التي جاءت قاطعه وحاسمه وعميقه للغايه ورساله الى من يهمه الامر بانه هذه محاوله لتصفيه القضيه الفلسطينيه. والاشقاء الفلسطينيين في سواء في غزه او في الضفه او في كل ربوع فلسطيني يعلمون ذلك جيدا وينتبهوا، لانها محاوله الدعوات للنزوح والتهجير هو محاولة لشطب فلسطين من على الخريطة العربية في سيناريوهات مفتوحة. يعني لا أحد يعلم مدى يعني إلى أين تنتهي ولا أي وما وأي المحطات التي تتوقف عندها هذه الجولة من الصراع بين الجانب الفلسطيني والإسرائيلي. لكن علينا أن نؤكد على أنه مصر، الدور المصري ثابت وقوي مستمر كعادته عبر التاريخ في التوصل الى التهدئه. ايضا القياده السياسيه المصريه بالامس اكدت على انه التدخلات مستمره والتواصل مستمر مع كل الاطراف الفاعله في هذا في هذه القضيه. ويعني ربما يعني تابعنا اليوم مزيد من التصعيد في هذه الحرب، لكن يعني نحن نناشد المجتمع الدولي والأطراف الفاعلة للتدخل لمزيد من التهدئة
ووقف إطلاق النار والحفاظ على أرواح المدنيين والأطفال والشيوخ وغيرها. تصريح الخارجية الصينية اليوم وده كان نصا الظلم التاريخي الواقع على الفلسطينيين هو سبب الصراع، وده اللي استنكره الجانب الإسرائيلي. مثل هكذا تصريحات والموقف الصيني وأيضا الموقف الروسي، كيف يمكن أن يحدث الفارق إن أمكن في المشهد اليوم في غزة؟ يعني بكل تأكيد الإيقاع الأحداث أسرع من يعني أو يزيد من وتيرة الخسائر ونزيف الخسائر المستمر ما بين الطرفين، وبالتالي هنا لابد أن حرب صفرية كما تحدث السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس. نعم يا فندم، حرب صفرية. لا، حرب صفرية بالتأكيد، لأنه الحرب الذي وأضاف كمان سيادة الحرب الذي لا تقود إلى السلام ليس لها معنى. صحيح. وبالتالي هنا اللعبة صفرية، الضربة المفاجئة الصادمة لدولة الاحتلال يعني أحدثت نوعا من البحث عن سبل وسيناريوهات للانتقام مرة ثانية، وبالتالي ردود الأفعال لم تكن يعني أو لم تكون محسومة من الجانب الاحتلال، لكن يعني هذا مخالف كما ذكرت حضرتك لكل القوانين الدولية، ولابد أن تكون هناك وقفة، ولابد المجتمع الدولي أن يتدخل لوضع حد فاصل. ربما عشنا خلال السنوات الماضية أكثر من جولة، 9 جولات ما بين الجانب الفلسطيني والإسرائيلي. صحيح. لكن هذه الجولة مختلفة، ويعني خلينا أقول لحضرتك أنه هذا الصراع وهذه القلاقل ستقود الشرق الأوسط والإقليم بأكمله إلى مزيد من التأزيم، وأنه لا يمكن أن يكون هناك سلام في الشرق الأوسط من دون استقرار فلسطين وإقامة دولة مستقلة على حدود 4 يونيو عام 67 وعاصمتها القدس الشرقية. صحيح. مسألة المساعدات والإغاثات الإنسانية ومطالبات الأمم المتحدة المتكررة بضرورة إيصال هذه المساعدات، وإعلان الجانب المصري أنه على استعداد تام لإيصال المساعدات العالمية من خلال مطار العريش. مصر دعت وبادرت منذ اللحظة الأولى ودعت العالم إلى يعني تقديم المساعدات، وخصصت مطار العريش لتولي إرسال والقيام بهذه المهمات، ويعني هذا بالإضافة للدور المصري المعتاد تجاه الأشقاء في فلسطين. مصر تجاه الأمة العربية بشكل عام حاضرة في تقديم المساعدات، عشنا ذلك في سوريا أثناء الزلزال، عشنا ذلك في لبنان أثناء مرفأ بيروت، عشنا ذلك أثناء الحرب المشتعلة في السودان في ليبيا وغيرها، وبالتالي هذه المبادرة يعني حرصت عليها القيادة السياسية ودعت، وتابعنا كمان التبرع بالدم في الجامعات والمؤسسات الدولة والحزمة، يعني شباب المصري كيف كان حريص جدا على التبرع بالدم، والتبرع بالدم هنا يعني له رمزية مهمة بالنسبة للمصريين الذين يعتبرون أن الفلسطيني أشقاهم ولهم حق وواجب عليه. صحيح، والشعب الفلسطيني له حق في الحياة، ويمكن ده حديث السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وحديث كل مصري، حق الفلسطينيين في حياتهم وفي أرضهم، لابد أن يعي العالم هذا. بكل تأكيد يعني لا بديل عن تمسك الشعب الفلسطيني بأرضه وبمكانه وبسيادة بلاده وإقامة دولته على حدود 4 يونيو 67 وعاصمتها القدس الشرقية، ولا بد من استكمال حلمهم، ويعني وألا ويجب ألا يفتتنوا بدعوات النزول واللجوء والهجرة، فهؤلاء يحتاجون إلى دولة وليس إلى هجرة. صحيح، ويمكن كان حديث رئيس الوزراء الفلسطيني اليوم أننا متمسكون بالأرض ولن نتركها، ويعني مهما تعرضنا لتهجير ومهما يحدث لم نترك أرضنا. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا أستاذ جمال الكشكي الكاتب الصحفي رئيس تحرير مجلة الأهرام العربي، شكرا جزيلا على وجود حضرتك معنا.